السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. زي ما انتم شايفين كده الروم بتاعنا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المفروض إن اللي عندي أنا عمري 17 يوم، والكبير بقى المفروض إن هو يبقى مثلا 31 أو 32 يوم، بس زي ما انتم شايفين كده كل عمر واحد. الروم الكبير كانوا 5 اللي أنا جايباهم 5، والرومي بتاعي أنا 7. حطهم كده، انت هتدوري دلوقتي هتطلعي ده من ده مش هتعرفي، كله زي بعضه. اللي انا ربيته على ايدي سابق في العمر اللي انا اشتريته كبير في السن من المزرعه. تربيه البيت بتبقى حلوه، انت بتهتمي بالحاجه. اللي انا جبته ده لقيته ولا عارف البيض ولا عارف البطاطس ولا عارف الحاجات اللي احنا ربينا عليها الدنيا خالص، بس طبعا لما بيشوفوا بعض بياكلوا بيتعلموا بيعلموا بعض. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الرومي بتاعنا عسل جميل قوي، ربي رومي وما تخافيش. كل الناس اللي بتحب الرومي، انا على فكره من عشاق تربيه الرومي جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لان هو كله فوائد. اولا اللحم بتاعه هو صحيح ملوش طعم، وطعمه عامل زي طعم الفراخ، الفراخ البيضاء اللي احنا بنربيها احلى منها كمان، لكن رومي ميزته في الفيتامينات والعناصر المهمه اللي فيه، اللي هي حاجات مضاده للاكتئاب، حاجات جسم الانسان محتاجها جدا. فوائد كتيره قوي قوي في لحم الرومي جميله، تخليكي لازم تاكلي لحمه رومي كل اسبوع على الاقل. في امريكا اكتر لحم بيستهلكوه هو لحم الرومي، بالذات الرومي الاسود ده، علشان خاطر الفيتامينات والفوائد اللي موجوده فيه يعني، والعناصر الغذائيه اللي هي الهائله اللي موجوده فيه. لحمه الرومي بترفع من معنويات الانسان وبتحسن المزاج، وليها فوائد هائله جدا. كمان الميزه الثانيه في الرومي انه اكلته ضعيفه خالص، يعني بياكل كده على مهله، ما بياكلش كتير، ما بيهلكش معاكي اكل كتير قوي زي الفراخ البيضة والفراخ البلدي. انا جبت معاه فراخ بلدي حر علشان خاطر تشجعه على الاكل، ما كنتش عارفه بقى نصيب ان انا هشتري يعني رومي تاني، فما شاء الله طلع من حظهم. وميزه بقى للفراخ البلدي اللي انا ربيتها دي انها بلدي حر بياض، فما شاء الله كده متاسسين الله اكبر، هتبقى عظمه ان شاء الله باذن الله. الفراخ دي تبيض على وقت بدري، لان هي واكله مع الرومي اكل يوم بيوم، فالاكل ده جميل جدا. احنا مربيين الفراخ دي للبيض برضو، ربنا بس يجبر بخاطرهم كده ويعيشوا ويكملوا معانا. الوصفات بتاعت الاكل بتاعت الرومي اللي احنا بعملها بتفرق. بصوا هندولت اللي قدام الكاميرا دهم، واحد كبير وواحد صغير، شايفين مفيش فرق كبير، ده ابو شهر وده ابو 15 يوم، الفرق مش باين خالص يعني. هو بس كل الحكاية ايه، انه ده جسمه كبير وده لسه صغير شوية. يعني بجد تربية البيت حلوة، والوصفات اللي احنا بنعملها جميلة جدا، بتفرق قوي معاكي في اكل اليومي. ما تشيليش هم بقى العلف ولا الكلام ده كله، انا لحد دلوقتي هم استهلكوا معايا 4 كيلو علف، وجبت 2 كيلو كمان، يعني انا كده اللي استهلكته او اللي هستهلكه في الدورة كلها 6 كيلو علف تركيز 23%. هيبقى فاضل معايا لما يكبروا هستهلك معاهم علف ايه 21% بس لما يكملوا الشهر ان شاء الله. 2 كيلو معايا دول هيكملوا لي شهر. ليه؟ لان انا بدات اعمل لهم وصفه التسمين اللي قدامكم دي، وكمان زي ما شفتي كده حطيت لهم قمح من اللي احنا بننقعه للطيور بتاعتنا، ما تحطيش قمح ناشف ابدا. بشرت بطاطسايه وبدات ابشر البطاطس بعد كده دلوقتي من امبارح، بقيت اعملها بطاطس سليق يعني مش مسلوقه، بطاطس نيه. وكمان هحط معاكي، بصي الخيار ده دلوقتي موجود كتير قوي قوي، واحنا في موسم مليان حاجات جميله، عندك جزر، عندك كوسه، عندك خيار، بصي الحاجات دي روعه. بس في ناس بتهيأ لها ان ما دام الطيور بتاكل الحاجه دي يبقى هي دي تبقى ايه اكلهم على طول، لا ما ينفعش، لازم الاكل ده يكون اكل معاون لاكل تاني. شوفوا انا ما خدتش من الخياره دي، الخيار ده على فكره الكيلو انا جايباه الاتنين ب5 جنيه، يعني الكيلو ب2 جنيه ونص. كيلو واحد هيكفي لك الرومي بتاعك طول الاسبوع. وكمان شويه من الكسر الفول الناعم ده، ما عندكيش كسر الفول الناعم ده ممكن تنشفي بتشيشه، ممكن تنشفي بدقيق شيشه ناعمه خالص او بدقيق ذره، علشان الاكل يبقى ناشف، عشان ما اكلش الرومي بتاعي اكل معجن ولا اكل مبلول. البيض بقى يعني ممكن تكملي معاهم لحد شهر وممكن توقفي على كده. وده العلف اللي هو تركيز 23%، الكيس ديت لسه انا فاتحاه ما خدتش منه الا دي تاني مره بس، ان شاء الله خليه يكملهم معاهم، يكمل معاهم بقى ال10 ايام اللي فاضلين، علشان بعد كده هبدا احط لهم علف 21% بنسب بسيطه خالص، وهنعمل لهم خلطات موفره برده اقتصاديه،
وحاجات، وهندخل ليهم عليه حاجات حلوه قوي. هتحسي ان انت ما بتكلفيش الروم بتاعك حاجه خالص. لازم بقى على الاكل، لازم لو روم نحط كركم، حطيت كمان معلقه صغيره من القرنفل المطحون، رائع جدا عشان يشيل معايا اوزان. الكزبره المطحونه، الكمون المطحون عشان الهضم، وكمان ده كيس خميره حطيت نصه قبل كده وادي نصه كمان. في الاسبوع ما تستخدميش غير الخميره مرتين اتنين بس، عشان الناس اللي بتسالني بحط رومي خميره قد ايه، ما تحطيش خميره في الاسبوع اكتر من مرتين. ودي كده قرفه علشان خاطر مناعه الرومي برضو، انا عايزه الرومي بتاعي تبقى مناعته قويه. مهم قوي الحاجات البسيطه دي اللي بترفع المناعه. وده معايا مكون سحري بقى، وهي قشور الرمان. قشر الرمان ده تقدري تشتريه من عند العطار، انا صراحه كنت عاملاه عندي في البيت، بجيب قشر الرمان وانشفه في الشمس وبطحنه. تقدري بقى تشتريه من عند العطار، موجود قشر الرمان مطحون زي كده. ده بقى ما شاء الله عليه، في بصي بينظف الامعاء، بيظبط الهضم، بيخلي فتح شهيه، بيطرد الديدان، حلو جدا جدا للرومي، وبيزود الوزن بطريقه حلوه برضه، وفاتح شهيه. كل الحاجات الجميله دي بتخلي الروم بتاعك فعلا يوم بعشرة. ما تقوليش ليا قولي لي على حاجه واحده، في ناس تقول لي انا عايزه حاجه واحده بس امشي عليها، مفيش الكلام ده. عايزه حاجتك تبقى حلوه لازم تنوعي لها، تنوعي. عايزه تريحي دماغك امشي على الدوره معايا يوم بيوم. انا بعمل لكم قائمه تشغيل فيها الدوره بتاعتي يوم بيوم، بكتب بره العمر بتاع الطائر مثلا، سواء فراخ او رومي، هكتب لك النهارده عمر اول يوم، تاني يوم، تالت يوم، وهكذا. انت بقى لو انت فراخك كبيره شويه او الرومي بتاعك كبير شويه، شوف اليوم اللي هو فيه. او انا يعني اقول لك يفضل تبداي من عمر 15 يوم عشان تعملي وصفه التسميد، لو هم اكبر من 15 يوم، اقل يبقى خشي على العمر بتاع اللي انت عندك 8 7 وخدي وامشي على كل يوم، اسمعي الفيديو ونفذي اللي فيه، مش هتتعبي وان شاء الله الفراخ بتاعتك مش هتتعب. الناس بقى بتبتدي تكلمي كتير، انا بتكلم بشرح مش بتكلم بحكي حكايه خاصه. فانت ما عندكيش باقه او ما عندكيش وقت تتفرجي، فانا ما قلتلكيش افتحي الفيديو ولا ادخلي اتفرجي. اما معلومه لو انا اديتها في كبسوله صغيره كده، اذا كان الشرح ده والناس بتروح تبهدل الدنيا وتسمع كلمتين من هنا على كلمتين من هنا وتخرب الدنيا، وانت بتقول لي منك لله ومش عارف ايه، انت خربتيني مش عارف ايه، وهي اساسا واحده غبيه ما بتفهمش وبتاخد الكلام زي ما هي عايزه. انا بكلم الناس المحترمه، الناس اللي عندها وقت، الناس اللي عايزه تعرف. اما الناس المستعجله فما تسمعيش الفيديو اصلا. انا فيديوهاتي كلها، ما في عندي فيديو واحد 10 دقائق، فيديوهاتي كلها اقل من 10 دقائق، فانت ما عندكيش وقت اقل من 10 دقائق ما تسمعيش. عشان انا بس برد دايما على اسئله بتجيلي في التعليقات. يلا معلش اذا كنت اتنرفزت عشان الناس دي جايبه لي جلطه، هما اللي هيموتوني ناقصه عمر انا عارفه. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. سلام.